أكيد المشاكل مستمرة ويومية قضية معينة، لكن مع شديد الأسف الوضع ده نمر به حاليا ما أعتقد إلى حل. السلام عليكم. وعليكم. شلونك أبوي؟ والله عيشتنا صعبة. شو بس شلونكم وعيشة، تعال شوف علاقة تشبيها هسه طالعك. هذا كنا والله، هذا كنا والله. مين جبته؟ هذا والله لقطته من الزبالة. تعال شوف هاي المرة مو تعرفنا بشوتها؟ تعال لا خلي يشوفونه، هذا ناكله والله، لقطته من الحاوية ومن الزبالة. الله أكبر. والله لقطته من الحاوية، هذا الكاظم علي. صادق حديث. عندك أولاد أنت؟ ما عندي لا راتب ولا ما حق، ما حد أحد. هذا لقطته من الزبالة وراح ناكله. ليش ما جيت تشتغل؟ ليش ما تشتغل؟ أشتغل ما لحق. بس السحب اللي مبيال ب 25. وانا ما عاد لا راتب رعايه ولا كرشي ما عاد، هاي مره مو تدريبيه. شلون جبت هاي؟ من لقطتها من الحاويه والله. يعني الحاويه؟ اي والله. يعني ما اعطوك اياها المحلات؟ لا ما حد. الله اكبر، الله اكبر، اي والله، الله اكبر، الله اكبر. انت عندك اولاد لو ما عندك؟ ما عنده ولد، لا والله. زين وين موديه؟ هو ناكله. بس انت بحدك لو من وين؟ لا عندي بعد اربع بنات. خواتك لو شنو؟ لا بناتي. يعني عندك، عندك اطفال؟ عندي اي شلون؟ متزوج وعندي بنات اربعه. ما فكرت تشتغل؟ ها؟ ما فكرت؟ ما لحق. ليش ما تلحق؟ عندي بنات اربعه ومره وانا شاشي لحق هو الشغل. على عيني وعلى راسي. بس انت حاليا جاي تقول انا جاي الم منه ومن الناس، صح؟ اي اي. زين ما فكرت تشتغل عماله، تشتغل اي شيء؟ انا اشتغل عمال رحمه لوالديك. محل ثاني. هسه انا امشي ودخلت، بيا سكر وضغط. شنو تريد؟ ها؟ شنو تريد؟ والله هي اريد المروه من الحكومه، كل شيء ما اريده، والعشيره تريد من عنده فصول وفواتح، وانا كل شيء ما عندي. والله قضيه ثانيه. اي يا قضيه ثانيه ثالثه بكيفكم. ما رحت للرعايه الاجتماعيه؟ ما كل شيء ما يسوي، لذاك يوم رحت راجعت كل شيء ماكو. شو قالوا لك؟ هاي الله كريم وشلون؟ مشكله يعني هسه راجع لبيتك انت بهاي العلاقه. اي خصوا هالكاميرا. هاي خل هاي راجع لبيته هاي العلاقه. وصل وش بيها هاي بالثانيه؟ تفاحات لقطتهن من الحاوي. الله وكيلكم. الله اكبر. هو الحال العراقي. ولا انا كذبت هذا الكاظم علي على شو اسمه؟ هاي الناس كلها ما شو اسمه؟ هاي حالتك مثل الاف اللي عندنا موجودين. اي والله لا عندي راتب رعايه ولا كل شيء، ما بس رحمه الله. ما بي حيل اشتغل ولا حد يشغلني، رجال انا كبرت كبير. هاي الكاميرا قدامك. وبس الامبير يب 25. هاي الكاميرا قدامك، شنو تريد وشنو تتمنى؟ اريد راتب من الحكومه. هاي كل شيء ما اريد. اسمك الكامل؟ حسين كاظم فارس. مكانك وين؟ مكاني بالحواسم قاعد بيت شنكو والله. حواسم. اي والله. بيت شنكو تعال شوفه. امشي وياي شوفه. لك بالمدرسه مو بالمدرسه؟ عندي اثنين بالمدرسه، بس بنات اثنين بالمدرسه واثنين بطلة. حقهم يبطلون. اي ما لحق. دفاتر واقلام ويردن شو اسوي؟ ما المشكله صار هسه عندنا بالعراق كل شيء بفلوس. اي كل شيء كله بفلوس، ايش تسوي؟ كله بفلوس. اي والله. ماكو رحمه، ماكو انسانيه. ما هسه جتك الكهرباء ماكو. ها؟ امبير الى قضيه ثانيه، الكهرباء اللي هي يا دوب لما هاي ال 100. من الناس تلم؟ لا والله من اشتغل لا من منا ومنا ولا من 100 لسه حب الطين. هاي عيشتك يوميه تفترون تاخذون؟ ما افتر هنا منك، افتر هنا مني يطيني. زين المحلات ما ينطوك؟ ما لا 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 ما حد يعطي. يعني تاخذها من الحاويه؟ من الحاويه. لا الله اكبر، الله اكبر. اي الله. هاي انا اقول لك واحد ساعداني بالعلوي يعطيني يوميه صندوق طماطه، صندوق بصل ابيعه، صندوق تفاح. هم الله يرحمه. اوديك علي. على الاقل احسن من الحكومه. وانا هسه اوديك علي. او على مكتب. نعم صادق والله العظيم. هو يوم يعطيني صندوق طماطه صندوق تفاح يوميه مثلا، مو يعني هذه